أرجع تاني أقول إن إحنا كان حلينا مسائل كتير بالمبادرات، مبادرة المئة مليون ساحة اللي تكلموا عليها، مبادرة الفيروس سي اللي بنتكلم عليها، دي كلها استهداف لتحديات بعينها لما نتجاوزها تحطنا في حتة تانية خالص. وخلينا أقول لكم القائم الانتظار اللي اتكلموا عليها هنا، أنا مش بتكلم على علاج طبي عادي، أنا بتكلم على علاج طبي ضخم، بتكلم على عمليات جراحية كبرى في المخ والأعصاب والقلب والركب وكل ما تعنيها دي الكلمة. لما عرض الموضوع دوت قلنا لا، إحنا هنستهدف قوائم الانتظار ولن يكون في مصر قوائم انتظار. كان العدد اللي طرح ساعتها عدد ما كانش كتير. النهاردة بعد تقريباً 3-4 سنين وصل العدد اللي إحنا حققناه. أنا أتصور إن في دول كتير أكثر تقدماً وأكثر قدرة اقتصادية مننا ما قدرتش تعمل ده. إحنا بنتكلم في 1.3 مليون عملية، عملية كبيرة. يعني العملية بتتكلف بين 100,000 و 300,000 ويمكن 400,000 جنيه أحيانا وقد يزيد حسب، بما فيها نقل أعضاء، بما فيها نقل أعضاء. ونحن بنتكلم على 3 أسابيع قائمة انتظار. ولما كنت بكلم الدكتور خالد من 3 أيام بيقول لي 3 أسابيع، قلت له طب ما تقلله، قلله عن كده. فقال لي، قلت له إحنا مش هنخلي أبدا مريض يتألم ويعاني في بيته ويبقى إحنا قاعدين يعني نخلص أي حد بيشتكي من عملية كبيرة، نقدم له العلاج والعملية تتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن بعد طبعا إجراء الفحوص. أنا عايز أقول لما استهدفنا العدد بتاع قائم الانتظار، أنا بكلم زمايلي وأشقائي اللي موجودين معنا واللي بيسمعوني من كل حتة، يمكن ما تقدرش تعمل تأمين طبي شامل كامل في دولة زي مصر في فترة زمنية قليلة. إحنا مستهدفين إن التأمين الطبي الشامل في مصر ينتهي خلال 10 سنوات، بنتمنى كده وبنشتغل على كده. ولما طرح الأول عرض عليا في هذا الموضوع كانوا بيكلموا في عدد سنين أكتر من كده، كانوا بيكلموا في 15 و20 سنة، وأنا قلت لهم أنا ما أقدرش أبدا إن يعني نبدأ نأجل تقديم خدمة طبية ذات شأن لمواطنينا بعد 20 سنة. طبعا في موارد وفي بنية أساسية طبية لازم تكون موجودة، لكن إحنا اشتغلنا وأطلقنا البرنامج وتحركنا فيه، وبنتكلم في 5 محافظات دلوقتي، وبنقول إن إحنا إن شاء الله في خلال المدة اللي إحنا ألزمنا بها نفسنا الحكومة أو اللي يعني من حتى يأتوا بعدنا ينفذوا هذه الخطة، خلال 10 سنوات نكون عملنا تأمين طبي شامل لكل المصريين. أنا هنا يعني مش هنسى أقول لكم إن إحنا بنقابل تحديات كتير، لكن ما خوفتناش وما أحبطتناش. يعني هديكم مثال، إحنا بنزيد تقريباً 2.5 مليون كل سنة، يعني لو يعني حالة الوفيات اللي موجودة حوالي 500,000، يعني حوالي 2 مليون، 2 مليون إنسان وإنسانة. يعني دول عشان نديهم أسرة، لكل مليون بنقول 2000 سرير، مش كده؟ يعني الاتنين مليون عايزين 4,000 سرير، يكلفونا حوالي تقريباً 2.5 مليار دولار. يبقى أنا محتاج فقط إن أنا أضيف أسرة 4 بحوالي 2.5 مليار دولار كل سنة لإيه؟ للصحة. ده خوفنا؟ لا. ما قلنا إن موردنا محدودة؟ لا. هنفضل نشتغل؟ أيوه. هنفضل نتحدى التحدي؟ أيوه. لغاية لما نتغلب عليها إن شاء الله.